بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل حديثنا في الدورة المحاسبية، واليوم بدنا نركز على قيود الإقفال Closing Interest. طبعا قيود الإقفال تتم نهاية الفترة المحاسبية. طبعا هنا في مثالنا هو يعني بيفترض إنه الفترة المحاسبية عبارة عن عام سنة. الآن عملية الإقفال سهلة جدا، هي بداية تتم على الحسابات المؤقتة اللي هي temporary accounts or بنسميها nominal accounts، اللي هي عبارة عن الإيرادات والمصروفات. الآن هذه الإيرادات وهذه المصروفات يتم إقفالها في حساب مرحلي يطلق عليه ملخص الدخل، طبعا هو بيمثل income statement اللي هي قائمة الدخل، وهذا الحساب هو لا يستخدم نهائيا إلا في نهاية الفترة المحاسبية من أجل هذه اللحظة، إنه إحنا بنقفل فيه فقط الإيرادات والمصروفات من أجل إنه نعمل إنه الماجيك برينسيبل، نطبق هذا المبدأ اللي هو نقابل الإيرادات مع مصاريفها اللي كانت هي سبب فيها، ونشوف إذا كانت الإيرادات طبعا أكبر من المصاريف هنا في عندي صافي ربح، إذا كان العكس وكانت المصاريف أكبر من الإيرادات هنا في عندي صافي خسارة. طبعا هذه النتيجة اللي هي بتكون رصيد ملخص الدخل أو نتيجته يعني يتم أيضا ترحيلها وإقفالها في حساب من حسابات حقوق الملكية. الآن هذا الحساب هو راح يكون الأرباح المحجوزة اللي هو Retained Earnings إذا كنا يعني بنتعامل مع شركة مساهمة Corporations، أما إذا كنا إحنا بنتعامل مع شركة فردية أو شركات أشخاص، في هذه الحالة الحساب اللي بنتكفل فيه نتيجة الملخص الدخل هو عبارة عن رأس المال اللي هو الكابيتال. الآن قيود الإقفال هذه راح ينتج عنها إنه الإيرادات والمصروفات راح يتم إقفالها في دفتر الأستاذ، بمعنى إنه رصيدها راح يصير صفر. الآن حتى نفهم هذا الموضوع خلينا نأخذ الأمثال التالي. مثل ما هو واضح أمامنا بحكي لي إنه مثلا نهاية الفترة المالية وعند إجراء قيود التسوية، يعني بعد إجراء قيود التسوية ظهرت عندنا الأرصدة التالية. طبعا هذه الأرصدة بتكون هي موجودة في الـ Adjusted Trial Balance، المفروض هيك ميزان المراجعة المعدل، وبالمناسبة قيود الإقفال هي تعمل بعد إعداد الـ Adjusted Trial Balance اللي هو ميزان المراجعة المعدل اللي بنعمل بعد قيود التسوية. فنفرض هنا في عندي إيرادات ثلاثة، في عندي إيراد مبيعات بقيمة 280 ألف، في عندي إيراد إيجار 27 ألف، إيراد فوائد 5 آلاف. الآن هذه الحسابات هي إيرادات، يعني Temporary Accounts، حسابات مؤقتة يجب إقفالها. طيب عملية الإقفال سهلة جدا. الآن إذا كان الحساب دائن بنخليه مدين فقط، هذه هي عملية الإقفال. الآن الطرف اللي راح يكون دائن، يعني بدل ما يكون هذول الحسابات هن دائنات بهذه المبالغ، اللي راح يكون دائن فيهن اللي هو الحساب المرحلي اللي هو ملخص الدخل اللي هو هذا الحساب، هو راح يكون دائن بجميع الإيرادات. يعني إذا مثلنا بهذا الشكل، ملخص الدخل راح ينحط فيه هنا جميع الإيرادات، هو راح يكون دائن، هو راح يصير دائن بدل ما هن يكون دائنات بعد المبالغ. على الجانب الآخر هو راح يكون مدين بمبالغ المصاريف. طيب وبالتالي قيد الإقفال بيكون كالتالي. الآن هذه الحسابات مثل ما حكينا هي حسابات دائنة، لأنه معروف إحنا كمحاسبين الإيراد هو بيكون دائن، طبيعته النورمال بالانس له هو دائن، فشو بنخليه مدين. لاحظوا بكون من حساب إيراد المبيعات، من حساب إيراد الإيجار، من حساب إيراد الفوائد. الآن أنو راح يكون دائن بهذه المبالغ اللي هو ملخص الدخل، راح يكون دائن بقيمة 312 ألف. لاحظا هنا كتبت ورحلت لهذا الحساب اللي هو المرحلة مثل ما حكينا، صار دائن ب 312 ألف. الآن أخذ كل المبالغ الموجودة في الجانب الدائن للإيرادات. الآن الإيرادات هذه إذا إحنا صورناها ورحلنا إلى هذا قيد الإقفال، يعني راح نلاحظ إنه حساباتها راح تصير إيش؟ صفر. الآن للتأكد خلينا بس أعمل حساب واحد منهم اللي هو مثلا إيراد المبيعات. إذا مثل ما احنا ملاحظين أنا صورت حساب إيراد المبيعات وهو أحد الحسابات اللي تم إقفالها، وطبعا هو في رصيد بقيمة 280 ألف وهو رصيد دائن مثل ما احنا شايفين. الآن احنا شو عملنا؟ عملنا قيد محاسبي وخلينا إيراد هذا المبيعات خليناه مدين بنفس الرصيد اللي هو 280 ألف. الآن إذا احنا جينا على حسابه وخليناه مدين بقيمة 280 ألف، وهذا بكون اللي هو كلوزنج انتري اللي هو كان يعني تم في نهاية الفترة بهذا الشكل، بنلاحظ انه الجانب المدين موجود فيه 280 ألف والجانب الدائن موجود فيه نفس المبلغ 280 ألف، لذلك ما في عندي هنا باقي، ما في عندي رصيد، معنى ذلك انه هذا الحساب تم إقفاله.
وطبعا إذا إحنا جينا على إيراد الإيجار وإيراد الفوائد صورناهم نفس القصة، هو بكون لهم أرصدة دائنة، وهنا بكون مقابلها يعني قيد إقفال بنفس المبلغ، مش راح يضل فيها إشي. الآن السؤال بنسأل، هذه المبالغ وين راحت؟ طبعا راحت على ملخص الدخل، هو اللي صار دائن في هذا المبلغ. طبعا هو دائن في المبالغ الدائنة لكل من إيراد المبيعات وإيراد إيجار، إيراد الإيجارات وإيراد الفوائد، وأي يعني إيراد ثاني هو بكون يعني المقابل له حتى يتم إكفال المبلغ فيه. طبعا ونفس القصة احنا بنعمل بالمصاريف، لأنه الجانب الآخر للتمبروري اكاونتس، الحسابات المؤقتة، مثل ما حكينا في عندي إيرادات وفي عندي أيضا إيش مصاريف. نفرض أنه عندي هذه المصاريف، عندي تكلفة بضاعة مباعة 206,000، عندي مصروفات بيعية 25,000، مصروفات إدارية 40,600، مصروفات فوائد 4,400، وفي عندي مصروفات ضريبة الدخل 13,000. الآن هذه عشان نكفلها بنعكس يعني طبيعتها، هي مدينة بهذه المبالغ بنخليها دائن. لاحظوا القيد المحاسبي، بقول إلى تكلفة البضاعة، إلى مصروفات البيعية، هذا قيد إكفال. الآن أنور راح يكون مدين بهذه المبالغ بدلا من هذه الحسابات ملخص الدخل. مثل ما احنا ملاحظين هنا، انا رحلت لملخص الدخل المبلغ المدين اللي اخذه، طبعا هذا مجموع المبالغ المدين اللي اخذها من جميع المصاريف اللي تم اكفالها هنا في هذا القيد، هو صار مدين ب 289,000. الان هذه الحسابات بتصفر، ما بيضلش فيها شيء. واذا احنا بدنا نصور اي حساب من هذه الحسابات، راح نتبين انه رصيد شو راح يكون صفر. يعني على سبيل المثال لو ناخذ مصروف الفائده ونصور حسابه، هاي انا صورت حساب مصروف الفائده، طبعا هو مثل ما حكى لي في السؤال هو مدين بقيمه 4,400. الان احنا في الكويت شو عملنا؟ خلينا مصروف الفائده ايش دائن الى، وخلينا دائن بكامل الرصيد 4,400. فانا هنا لما اجي واكتب يعني هنا ارحله لقيد الاقفال، وهذا طبعا تم اللي هو في 31/12 اللي هو نهايه السنه، بنلاحظ انه المجموع المدين يساوي المجموع الدائن، ما فيش عندي رصيد، خلص صفر هذا الحساب. الان مبلغ ال 4,400 هذه اللي مصروف الفوائد اعطاها وين راحت؟ اجت هنا في الجانب المدين لملخص الدخل، طبعا هو بالاضافه الى المصاريف الباقيه. طيب الان ما خلصناش، احنا بدنا نيجي ونكمل العمل اللي احنا اتمناه. احنا الان اقفلنا الايرادات واقفلنا المصاريف في ملخص الدخل. الان ملخص الدخل يوجد فيه فرقية، اللي هو فرق بين المصاريف وبين الإيرادات. مثل ما احنا ملاحظين في عندي هنا في الجانب الدائن 312,000، هنا في عندي 289,000. طبعا في عندي الجانب الدائن الإيرادات أكبر، وبالتالي في عندي رصيد، هذا الرصيد يجب إكفاله في أحد حسابات حقوق الملكية. وهنا احنا بدنا نتعامل مع حساب الأرباح المحتجزة على أساس إنه احنا بنتعامل مع شركة مساهمة عامة. الآن مثل ما حكينا قيد الإكفال كيف احنا بنعمله لأي حساب، سواء كان إيراد أو مصروف أو حتى ملخص الدخل؟ بنشوف الرصيد، إذا كان دائن بنخليه مدين، إذا كان مدين بنخليه دائن. طبعا هنا رصيد ملخص الدخل راح يكون دائن، لأنه جانب إلى أكبر من جانب من، فهذا الرصيد بدنا نكفله. فقيد الإكفال لملخص الدخل راح نخلي ملخص الدخل مدين، هاي القيد المحاسبي، بنخليه مدين بقيمة 23,000. الآن اللي راح يكون دائن بهذا المبلغ بدلا من ملخص الدخل هو الأرباح المحتجزة. طيب الآن حتى نتأكد من الإقفال، من نرحل هذا القيد لحساب ملخص الدخل، وراح نلاحظ أنه ملخص الدخل راح يصير رصيده، يعني راح يصير رصيده صفر. الآن بدنا نخليه مدين بقيمة 23,000، هنا هاي 23,000، عفوا هاي 23,000، وطبعا هذا يعني تم في نهاية الفترة، لأنه هذا يعبر عن قيد ايش؟ قيد اقفال. الآن إذا جمعنا هذول الرقمين بيطلع عندي هذا الجانب مساوي للجانب الدائن. لو نشوف شو المجموع عندي، بيطلع عندي 312,000، وهي في عندي 312,000، إذا الجانبين شو مالهم؟ متساويات، ما في عندي رصيد في هذه الحالة وتم اقفاله. طبعا احنا بدنا نرحل الرصيد، لانه مثل ما احنا لاحظين هنا في عندي طرف في القيد وهو الارباح المحتجزه. الان الارباح المحتجزه راح يصير دائن بقيمه 23,000، فهنا بدنا نخليه دائن بقيمه اللي هو 23,000، وهذا تم طبعا في 31/12. الان ايضا احنا لسه ضايل عنده خطوه حتى نخلص هذا الموضوع، الا وهي اذا كان في عندي توزيعات. طبعا في الشركات المساهمة
الامور اللي بياخذوها الملاك من الشركه بتكون على شكل توزيعات. نفرض هنا انه كان في عندي توزيعات، رصيد توزيعات بقيمه 7000 دينار. الان هذا يعتبر تمبروري اكاونت ايضا، يتم اقفاله في الارباح المحترزه. الان لا يجوز اقفال هذا الحساب في ملخص الدخل لانه لا يعتبر مصروف وان كان مدين. طبعا التوزيعات هي رصيدها مدين مثل المصاريف، ولكن هي ليست مصاريف تساهم في توليد ايراد، وانما هي توزيعات على الملاك. الان يتم اقفالها في توزيع الارباح المحترزه مثل ما حكينا، ما دام هي رصيدها مدين بنخليها دائن، وبذلك يعني يتم اقفال التوزيعات. انه اللي راح يصير مدين بالارباح بالتوزيعات هذه اللي هي الارباح المحترزه. الان اذا رحلنا هذا القيد على الارباح المحترزه، الارباح المحترزه راح تصير مدين ب 7000. بحط هنا 7000، وهذا طبعا تم اللي هو في 31/12 ايضا. الان بعد الانتهاء من كل هذه القيود يعني يصبح رصيد جميع الحسابات اللي هي temporary accounts اللي هي الايرادات والمصاريف وملخص الدخل والتوزيعات، بصير جميعها حساب يعني جميع ارصدتها تساوي صفر، هي مساوية للصفر. طبعا حساب التوزيعات ايضا راح يصير حسابه صفر، يعني احنا لو جينا عملنا له تي اكاونت راح نلاحظ انه راح يتصفر. يعني مثل ما احنا ملاحظين هنا، انا حطيت حساب التوزيعات وهو طبعا رصيد مدين. الان احنا لما نرحل له هذا القيد بنلاحظ انه التوزيعات صارت ايش؟ دائنه. ففي جانب الى هنا راح ينحط اللي هو ايش؟ عفوا اللي هو مبلغ 7000، وهذا يعني حدث في 31/12 لانه الكلوزنج انتري بيتم في هذا التاريخ. بنلاحظ هنا في عندي 7000، وين 7000؟ خلص ما بضلش عندي هنا حساب للتوزيعات، بصير رصيده صفر. هذا هو موضوعنا اليوم باختصار اللي هو قيود الإقفال. أرجو أن يكون الموضوع مفهوم للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.